هتعملي ايه يا نقل؟ هعمل تورته. واحنا مش بنشتريها من البقال؟ لا، من الحلواني يا رمزي يا حبيبي. نقل قوليها كده تاني. هي ايه دي اللي انا اقولها تاني؟ من الحلواني. اصل صوتك حلو قوي يا نقل. انا افتكرتك هتقولي قوليلي تاني يا حبيبي مش الحلواني. لا لا، مش ممكن يا نقنق. لا مش ممكن. انا عارفه انك مخضوض ومندهش ومستغرب عشان اول مره اقول لك يا حبيبي. نقنق، هي ايه دي يا نقنق؟ القوطه دي صغيره قوي كده ليه؟ لا دي مش قوطه يا حبيبي، دي كريزه كبيره. والله؟ هنعمل بيها ايه بقى دي؟ دي بقى هنزوق بيها التورته. ايه ده، احنا هنزوق التورته بالقوطه؟ لا بالكريز. وحلوه قوي، وحتى دوق. الله، القطة دي مسكرة قوي يا نقنق. قلنا اسمها كريز. ها، هتساعدني بقى ونعمل تورتة؟ ماشي اوكي. طب نقنق، هو التورتة دي يعني ليه مش عاملينها في البيت؟ عشان دي مفاجأة، وانا عاملة له مفاجأة، ولازم عشان تبقى مفاجأة اعملها برا البيت. فين ايديا؟ فين ايديا؟ ايه يا نقنق؟ ايه يا وشقي؟ ماشي نقنق، بس قوليلي بقى انا هساعدك ازاي بقى؟ انا تحت امر. انا اقول لك يا سيدي، انت امسك التورته دي زوقها لي بالكريمه وزوقها لي بالكريز لغايه ما انا اخلص التورته الثانيه. ماشي ماشي يا نقنق. حاضر. نقنق 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 نقنق، هي ايه القرطاس ده؟ لا ده مش قرطاس، ده قمع يا رمزي. هنعمل بايه يعني القمع ده؟ هتاخد كل الحاجات البيضة اللي هنا وتحطها هنا، وبعدين تقوم عامل كده وتقوم مزوقه كده على التورته الزغنططه. ايوه ماشي يا نقنق. شد حيلك. ها ماشي يا حبيبي، وانا مش هتاخر. ماشي يا نقنق يا حبيبي. ماشي يا نقنق يا حبيبي. شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، بقالي كام سنة يا حبيبي. رمزي رمزي، ها عملت ايه ده؟ انت لسه ما زودتش التورته؟ فين باقي الكريز؟ انت اكلته كله بالهنا والشفا يا رمزي. مطرح ما يسري يمري يا حبيبي. دي لحظه بسبوسه. احنا عندنا ضيوف. اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ حياتي. شكرا. بسبوسه ايه؟ خلينا في المهم، فين الجاتوه؟ حاضر من عينيا يا معلم. اهو ادي الجاتوه، اتنين كمان مع بعض. ايوه يا ماما، كريمه يا ماما. خد اتفضل. اتفضل يا معلم. اهو ده الكلام. طب انا جوزي بقى ولا بياكل حلو ولا مسبك يا حبيبتي؟ احنا عاملين حساب استاذ ابو السعود. مدعو الله يسامحك. نقنق خدي. مين يقدر يقاوم جمالك وحلاوتك دي؟ انا. ايوه، وقوامك الممشوق ووجهك الملائكي الطفولي البريء. نقنق، هي كلمة الممشوق دي كلمة حلوة يعني؟ ايوه حلوة يا حبيبي. حبيبي تتجوزيني يا نقنق؟ انت فاجئتني. وفاجئتني، دي كلمة حلوة برضو؟ انا ليا اخ كبير اطلبني منه. ايه ده يا نقنق، انت ليك اخوات من امتى؟ يجي من سنتين كده. اخويا اللي هناك ده اللي لابس بدلة لونها تركواز. دولة، يا اهدي الدنيا صغيرة قوي. ازيك حلاوة؟ الحفلة دي يا ريت تكرروها قريب. والله لو ما تهربتش بعد كده ان شاء الله نكررها، ونكون حوشنا بالمرة تمن الاكل اللي انتوا بتاكلوه ده يعني. بس على فكرة يا استاذ عادل، احنا برضو لسه زعلانين. زعلان ليه تاني يا معلم هابرة؟ اشتراك الاسانسير. طب يا سيدي، اشتراك الاسانسير بتاع العمارة كله انا اللي هدفعه الشهر ده عليا يا سيدي. والنور. النور بتاع العمارة كله انا هدفعه برضو، بس انت بقى ما تشغلش المروحة عمال على بطال. والمية يا استاذ عادل كمان. يا جدع المية، انا حاسس المية هي اللي عاملة فيك كده. المية ان شاء الله انا اللي هدفعها كلها برضو يعني. اهلا وسهلا، منورين. احنا يا اخوانا الحفلة قاعدة ساكتة ليه كده؟ ما تشغلونا اي حاجة نسمعها. اتفضل يا حبيبي. في مزيكا بلدي تنفع؟ تنفع طبعا، يلا. ماشي.
اضرب. ما هو حرام بقى يعني، اصل ده فطير يعني، اسانسير ايه اللي انا ادفعهولك يعني؟ وبعدين انت مش عايز اسانسير، ده انت محتاج ونش يطلعك لشقتك. والميه يا استاذ عادل؟ ميتي وانا كمان مسؤول عن حمومكو. طب والنور؟ نور ما تبطلوا فطيره بقى يا اخي، يعني كل حاجه طالبينها انا اللي اعملها وانتوا ما بتعملوش حاجه ولا تدفعوا حاجه ابدا. اي حسبي فتحي، دهستي رجلي. مش قصدي يا سناء، انت كل حاجه بتنرفزي عليا كده. لا قصدي، انت طول عمرك مش طايقاني وبتتضايقي مني. يوه بقى، ما تقومي يا اختي يا مجيده ولا على رجلك انا اشيلها. قومي شيلي الحاجات دي. انا اشيل الحاجات طبعا، انا على راسي. لا شحنه، الحاجات دي تعملها زي البلديو الشغالين اللي زيك. انا شغاله. ايوه انا شغاله. بقول لك يا دولا، انت مش عايز ايه؟ انت عايز ايه يا دولا؟ انت مش اتجوزت اختك؟ اختي مين يقدر يتجوزها؟ سناء يا دولا هي موافقه ومستنيين رايك. مش عارف ليه، مش عارف ليه. اطلع بره، يلا اطلع بره. انت جاي تتجوز اختي؟ يلا يا رب الشحات تيجي تاني يا رب.